الحكومة تزف خبر سار بشأن قانون المعاشات الجديد 2022 وزيادة جديدة في المعاش تصل لـ 15% والتطبيق في هذا الميعاد. قانون المعاشات الجديد. كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قرارات بشأن المعاشات الخاص بصرف معاش الأرملة والمطلقة طبقا للائحة التنفيذية للعمالة الغير منتظمة مثل الباعة الجائلين وعمال التراحيل وشخص ليس لديه عمل ثابت. يحق للمرأة الغير متزوجة أن تصرف راتبها إضافة إلي معاش والدها سواء كانت إنسه أو إرملاه أو مطلقه تبعا لقانون المعاش الجديد، ولكن يشترط أن يكون راتها أقل قيمه من معاش والدها. المعاشات الجديد. تم عمل الكثير من التعديلات الجديدة على قانون المعاشات الجديد والتي من شأنها تقديم المساعدة للعديد من الفئات بهدف الحصول على المعاش. يراعي هذا القانون المبادئ اللاتي: عمل صندوق مستقل لإسحاب المعاشات له دارة خاصة وتمويله الذاتي. سن قواعد يكون من شأنها تحقيق فاعلية كبيرة لمراعاة كبار السن وقيمة التعويض وغيره. تزداد قيمة المعاشات المستحقة يوم 30 من شهر يونيو من كل عام بحد أقصى 15%. لا تتعدى قيمة زيادة نسبة المعاش عن 65% للحد الأدنى من الاشتراك التأميني. يتم رفع سن المعاش تدريجي إلى سن 65 عاما بداية من 2004. صرف المعاش. قانون المعاشات الجديد. يحق للمرأة الغير متزوجة تصرف راتبها إضافة إلي معاش والدها سواء كانت أنسه أو ملاه أو مطلقه تبعا لقانون المعاش الجديد، ولكن بشروط كالتالي: يشترط أن يكون راتها أقل قيمه من معاش والدها ليتم صرف الفارق بينهم، ففرص حصولها على راتب 1000 من وظيفتها ويصرف لوالدها 2000، يتم صرف الفرق بين القيمتين وهو 1000 جنيه. كما يحق للأرملة صرف معاش زوجها ووالدها شرط معاش الزوج أقل من معاش الوالد ويصرف قيمة الفرق بين المعاشين. أما المرأة المطلقة بإمكانها عمل ما سبق شرط الرجوع للزوج، وعند حدوث طلاق مرهن خرين سيتم إيقافه. معاش الأولاد. طبقا لقانون المعاشات الجديد، في حالة تم خد معاش للأولاد، يحق بكل سهولة للبنت خد معاش الوالد والوالدة بكل يسر بالشروط التالية: في حالة حصولها على معاش الوالد فقد تحصل على ثلثي قيمة المعاش. أما في حالة مشاركة والدتها الأرملة فلها قيمة الثلث من المعاش والابن له قيمة الثلثين. وفي حالة وجود أخوه دون وجود آلام تتم القسمة بينهم بالتساوي.